أيضا يسأل شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، ما هي الوسيلة أو العمل الواجب شرعا لرد العين أو إزالة ضررها؟ جزاكم الله خيرا. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق، ولو أن الشيء سابق القدر لسبقته العين، أو أن الشيء سبق القدر سبقته العين. فالعين حق، وهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى جعله في هذا العائن أن يصيب بعينه وما نظر إليه، الله قادر على كل شيء. والعين تكافح بذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا وقعت في أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نغسل ثياب هذا العائن، أو أن يغتسل هو بجسمه، ثم تؤخذ الغسالة من ثيابه أو من بدنه وتصب على الذي أصابته العين، ثم يبرأ بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يعرف صاحب العين شفع له، هل من وسيلة أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فإذا لم يعرف يقرأ على المصحف ويرقى بالأدعية والآيات القرآنية. نعم. والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.